أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم صوتكم. بداية كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة نهاية شهر رمضان المبارك، عاده الله علينا وعليكم باليمن والبركة. حلقة اليوم راح إن شاء الله نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي تشوفوها بأسفل الشاشة. في حال ما تأمن خط وياكم تقدرون أيضا تتواصلون ويانا عبر برنامج الواتساب اللي هو الرقم الأخير المخصص للواتساب. أتمنى تكون رسالة مكتوبة متبوعة بالاسم والمكان حتى نقدر نقرأها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نبدأ حلقتنا اليوم بالذكرى الأليمة، ذكرى احتلال العراق قبل 21 سنة. هيئة علماء المسلمين أنه ذكرى احتلال العراق تتزايد بألمها وقسوتها وإغالها بجراح العراقيين كل سنة، وما هذا الشيء إلا نتيجة لما نعاني من الوجه الآخر للاحتلال المتمثل بالنظام السياسي اللي شكل على وفق أسس طائفية وعرقية ومحاصصة آثمة خلاها الاحتلال دولة بين الأحزاب السياسية اللي أجى بها هو، واللي يلحق بها من ميليشيات ومنظمات وشخصيات ما كان لهم سوى تمكين مشروع الاحتلال ورعاية مصالحه وإيجاد التوافق بين الكتل السياسية المتسلطة المفضي إلى التوازنات اللي يراد تحقيقها بين قطبي الاحتلال المزدوج للعراق اللي هم أمريكا وإيران للإبقاء على حالة التخادم بيناتهم، وجعل العراق ساحة للصراع ومنطلق نحو المنطقة المحيطة به، لأنه ما خرجت عملية سياسية وليدة النظام السياسي التخادمي من 21 سنة على هذا المسار، ولا تجاوزت حدود ما فرضت الإرادة الأمريكية منذ أن وضعت قواعد لعبة الموت هذه، بدءا من تشكيل مجلس الحكم سيء السمعة وحتى اليوم، حيث تعاقبت حكومات الاحتلال التسع على مر السنوات دون أن يلمس العراقي منها ما يجلب المصلحة الحقيقية إليه أو يدفع المفسدة المحققة عنهم. وأكدت على أنه هي موقنة بأن العملية السياسية المصنعة خارجيا والمفروضة في العراق تفتقر تماما إلى أدنى مقومات النظم المعتبرة والرصينة، وهي مجردة تماما عن أي أدوات أو وسائل من شأنها الحفاظ على العراق وحدته وسيادته وأمنه وضمان حقوق شعبه على أساس المواطنة الحق، إضافة عن الأشخاص اللي تستقطبهم إلها اللي لا يمتون للسياسة بصلة ولا يتصفون بالخبرة بإدارة البلاد، فهي منظومة معوجة لا تنتج سوى الفشل، لا تصدر غير الإخفاقات، لكن تبقى مستمرة لأنها مسنودة بإرادات دولية، مسنودة برغبات إقليمية إلها مصالحها الخاصة. إلى ذلك سلط قسم التواصل الاجتماعي بقناة الرافدين الفضائية الضوء على الذكرى الأليمة لاحتلال بغداد وشروع المحتل في إرساء أسس المحاصصة الطائفية اللي تمثل العمود الرئيس لحكومات الاحتلال. تفاصيل أكثر بهذا الانفوغرافيك. We'll be right back.
عيد بأي حال عدت يعيد، فعراقي محتل والأمان فيه بعيد. لقمة العيش فيه صعبة وصاحب السلطان عنيد، دمار وقتل وتهجير والسلاح بيد عربيد. هذا هو حال العراق. أجمعت مراكز الأبحاث الجيوسياسية في العالم وبعد 21 سنة على احتلال العراق من قبل القوات الأمريكية على أنه مهما اختلفت الأسباب لهذا الغزو الغير مشروع، هاي أولا ولازم نؤمن بها، تبقى النتيجة واحدة وكارثية، وهي تدمير العراق، تدمير البنية التحتية العراقية، نهب النفط العراقي، إغراق البلد بالفوضى والصراع الطائفي، إغراق البلد بالفساد السياسي وهدر المال العام، وجعل مرتع لتصفية الحسابات بين اللاعبين الدوليين. كل هذا بسبب ادعاءات أثبتت الأيام والأدلة والبراهين أنه هي ما كانت سوى أكاذيب محضة. وراء 21 سنة من دخول القوات الأمريكية لبغداد في 9 نيسان 2003، هذا اليوم المشؤوم، من الواضح أن الإدارة الأمريكية اتخذت قرارها بغزو العراق، ثم بدأت تبحث عن الذرائع لاحتلاله، وراح ضحية هذا الاحتلال الكاذب أو المبني على ذرائع كاذبة أكثر من 1,000,000 عراقي، رغم معارضة كل العالم تقريبا إليه بما فيهم أقرب حلفاء الولايات المتحدة آنذاك. والظاهر مئات الآلاف بمختلف العواصم الأوروبية والعربية، لكن تفاعل عدد قليل معها. في هذه الأثناء واليوم تم التفاعل على الذكرى الأليمة لاحتلال بغداد من قبل المدونين والمتابعين للأمر، وتكلموا عن قضية تكوين دولة الميليشيات اللي عاثت بالبلد فسادا وقتلا وتدميرا. على منصة اكس غادة هاشم 9/4/2003: لم يكن احتلال وسقوط العراق، بل دخلها الساقطون. يوم أسود، والذي يعد نقل العراق إلى الطائفية والقتل على الهوية والتدمير للثقافة والصناعة والزراعة والتعليم. ومن ذلك اليوم والعراقيين شهودا شهدوا على مأساة لم يشهدوها من قبل عبر التاريخ. وشريف يقول 9/4/2003: بغداد لم تسقط ولكن دخلها الساقطون. احتلال العراق 9 نيسان/2003: ليلة دخول المحتل لبغداد، يوم بكت فيه الحضارة الإنسانية كلها وأمة عربية انكسرت. ومحمود المشداني يقول: بذكر احتلال بغداد وبعد 21 عاما لم يستطع الساسة ممن تصدوا للعملية السياسية بعد 2003 من بناء دولة مؤسسات ولا حتى نظام سياسي حقيقي، بل أسسوا لعملية طائفية قائمة على المحاصصة ودستور مليء بالألغام ومشاكل لا تعد ولا تحصى. بعد 21 عاما وصل الشعب لحالة من اليأس وعدم الثقة حتى بمؤسساته الرسمية. ناجي عسل: تزوير التاريخ، من حرض ومن أتى ومن استلم السلطة بالعراق تحت القوى الأمريكية ينعتها الآن ويقول قوة احتلال. نعم نعم، من حرض واللي إجى على ظهر الدبابة الأمريكية واللي إجى وياهم وصار بمجلس الحكم الانتقالي، وراها قام يساوم الأمريكان على المناصب، وراها صار بالمناصب، ومن 2003 لليوم هو بمناصب ومليان قنوات تلفزيونية وقصور وسيارات فارهة و و و و والكثير من الأمور. اليوم هذا الشخص هو بنفسه اللي يقول اللي جوي للبلد هم محتلين، بس بذاك اليوم كان يصفق لهم ويقول عليهم محررين، بس اليوم صاروا محتلين. يا ترى ليش؟ أنا دا يحكي على محور المقاولة وليس المقاومة. هذا اللي بدينا به حلقتنا اليوم، المأساة الكبيرة لهذا البلد، دمار جمجمة العرب، انهيار بلاد الحضارات، بداية جفاف بلاد الرافدين من كل شيء. قبل جفاف بلاد الرافدين من النهرين دجلة والفرات،
جف العراق من الكوادر العاملة به، من أساتذة وأطباء ومهندسين وعلماء ومن كل شيء. جف البلد من الناس اللي يفكرون ببناء البلد، جف البلد من كل شيء. وبدينا نشوف من 21 سنة بداية التدمير لحد ما وصلنا إلى أنه قمنا نحلم بأيام الحصار. وراء 21 سنة من الاحتلال والذرائع اللي روجت، وجورج دبليو بوش الابن يقول سأجعل العراق نموذجاً، وجماعته اللي جوي على ظهر الدبابة الأمريكية واللي هسه يحكمون من أحزاب وكتل سياسية قاموا يوعدون الناس بكهرباء وحصص النفط وفلوس ورواتب و و و اليوم المواطن العراقي يعض أصابع ندم. ليش؟ لأنه شاف يوم 9/4 من عام 2003، وإحنا فعليا البلد الوحيد بالعالم اللي أثبتت الأيام أنه ماضية أجمل من حاضرة، وبالتأكيد حاضرة أجمل من مستقبلة، فإذا الماضي أجمل من المستقبل، لأنه إحنا البلد الوحيد اللي نتغنى بالماضي. دولة عباسية، حضارات بلاد الرافدين، نتغنى بمشاركة الجيش العراقي البطل لمعارك العرب، نتغنى دفاع الجيش العراقي البطل عن إخواننا في فلسطين في جنين، نتغنى بوجود مقبرة في جنين، نتغنى بوجود مقبرة لشهداء الجيش العراقي في المملكة الأردنية الهاشمية، نتغنى بهذه الأشياء، نتغنى لما نقرأ الكتب ونعرف أنه سرب الهوكر هانتر للطائرات العراقية كان يطلب من قبل الدول العربية أو دولة التحالف العربي أو الاتحاد العربي الثلاثي. أما حاضرنا اليوم ما بيشي حلو مع الأسف. نطلع من قضية 9/4/2003 ونروح إلى واقع حال العراق. بدأ تشوفون 9/4/2003 اللي بدأنا بها حلقة اليوم، راح تشوفكم لوين وصلتنا. عدد من المراقبين يقولون أنه تصاعد الاعتقالات وتغيب الناشطين إجا بسياق خشية الحكومة من انفجار شعبي صار قريب بسبب اللي دا يصير. وقالوا مراقبين أنه الأحزاب والميليشيات المرتبطة بإيران من سنوات تشتغل على تكميم الأفواه وإسكات الرأي الآخر، وهي مستمرة بمسلسل ملاحقة متظاهري ثورة تشرين، لأنه يعني متظاهري ثورة تشرين أثبتوا أنهم رقم صعب. تم تشييع المتظاهر مؤتمن العسكري وراء اغتياله بقضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار من قبل مسلحين يستقلون دراجة نارية. تعالوا نشوف. من يعمل لك ليش صغير والنبي صغير، والنبي لك ليش لك والله ما يستاهل، والنبي والله ما يستاهل لك انت تاتي تارسي طلب صار لك شو تسوي ذوي المتظاهر مؤتمن عسكري اللي تم اغتياله بقضاء سوق الشيوخ على يد مسلحين راكبين دراجة نارية، أكدوا أنه مؤتمن ما إلى عداوة، ما مطلوبين هم أي ثار، ما عندهم أي قضية عشائرية، ما مطلوبين للقضاء، وأصلا مؤتمن هو جريح في ثورة تشرين. ويأكدون أنه طلع راح يم أصدقائه وجوي مسلحين ضربوا 4 طلقات على مؤتمن اللي أدت إلى اغتياله. وتسألوا أهله ليش مسلسل قتل الناشطين بعده مستمر بهذا البلد. من النجف الأزرق والد الشهيد مؤتمن يقول ابنه طلع راح جت دراجة وضربوا 4 طلقات، طلقة صدر وطلقة ايده وطلقة براس، كل شيء ما نسوي ما له أذية ما تخلص سالفة الاغتيالات بالعراق، كل يوم قاتلهم شاب مثل الوالد، حسبي الله ونعم الوكيل عليكم. هذا أبوه يقول لا عدى عداوة شخص ولا ماضي لشخص وكل المنطقة تحبه، طلع قتلوه ضربوا 4 طلقات، وهذا أبوه
يسولف سولف عني شو يسولف؟ ما عنده شيء، هو جا يسير وجه ما عنده، هو هاي كل شيء ما عنده، ما أشوف إلى عدو ولا أي واحد. وكاتلين ما قرروا واي من الإعلام قالوا إنه عشائر وشيء، ما عنده أي قضية، ما عنده قضية عشائر، جريح جريح بتشعين، هو ترى جريح حتى حطوه ما أخذ إيه طلع في كلوه ضربوا أربع طلقات، أربع طلقات ضربوا. إلى متى تبقى هاي الاستهتار؟ إلى متى الشباب مثل الورد تروح؟ حسبي الله ونعم الوكيل عليك. مكو واضح شنو سوى مكو؟ ليش قتلو؟ ما سوى شيء، طلع قتلو جماعة لاحقين الدراجين اللي عندو قتلو يا ملكة منطقة ثمانية. حسبي الله ونعم الوكيل، ما يروح قد كل شيء. وقت نخلص يا شباب، ما تقولوا ليش وقت نخلص؟ القضية مو مثل ما تناقلتها بعض الصفحات، يقولون نزاع عشائري. هذول أهل هنا يقولون ما عندنا كل عداء عشائري ولا عندنا عدوان شرعي. الموضوع اختيار. زين. بداية وسائل الإعلام الموالية لحكومة المقاولة نشرت وقالت أنه مؤتمن انقتل نتيجة نزاع عشائري مسلح. يا باوكي خلوا حكي الأهل على صفحة. فلنفرض أكو نزاع عشائري مسلح ومؤتمن راح نتيجة هذا النزاع. عبد الأمير الشمري اللي هو وزير داخلية العراق قال أنه النزاع العشائري المسلح يعامل معاملة الإرهاب، فإذا كان مؤتمن قتل نتيجة نزاع عشائري مسلح فإذا هو ضحية إرهاب، فإذا من المفترض أن الدولة تشتغل، مو يطلعون يصرحون هيك تصريح يدين الدولة. هاي رقم واحد. رقم اثنين، عوفوا الحكي والخريط مال قنوات التلفزيون الموالية والمواقع الموالية. أهله يقولون أنه مؤتمن ما عنده أي مشكلة، مؤتمن طلع ويا جماعته واحنا في أيام أعياد، طالع يفطر، طالع يتونس، طالع يشتري ملابس، طالع يسوي شيء بعيدا عن كل شيء، بعيدا عن أي قضية، ينقتل في الشارع أو ينقتل في بيت أصدقائه أو باب بيته في أي بأي صورة. هذا ما تتوقعون أنه يدين القوات الأمنية ويدين وزارة الداخلية ويدين رئاسة الوزراء ويدين 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 لتقاعسهم عن المحافظة على حياة مؤتمن وأمانة. فبالحالتين الجهات الأمنية مساءلة. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع. وأول تعليق من أبو أحمد السيد: يبقى هذا الوضع ما دامت هناك ميليشيات طليقة تسرح وتمرح وتحت عناوين متعددة كلها خارج عن القانون وفوق القانون. ليث اللفتة يقول: الله أكبر، يمتى تسقط هاي الحكومة اللي خلصت شباب العراق؟ بشار جاسم: محمد الشاع السوداني شلونك، أخبارك؟ كثرت هاي الشغلات وانت مغلس وراح يستمر يغلس. والبير يوسف يقول: اذا كانت الدولة تحت حكم العصابات فهذا حال الشعب. المشكلة انه الشعب يعرف المشكلة ويعرف العلة وين ويعرف الداء وين ويعرف الدواء وين، بس اكو مشكلة الطبيب لحد الان الشعب ملاقي، هو الداء عارفه والعلاج عارفه، بس يحتاج الطبيب اللي يحط هاي الابره. اكو مريض اللي هو العراق يحتاج الى ابره تخلصه من الداء، فلازم اكو طبيب يساعد. فلحد الان الشعب ما يلقى هذا الطبيب، لانه الشعب عارف ان هم عصابات جاي يحكمون، والشعب عارف انه اكو ميليشيات تسرح وتمرح، انه هي خارجه عن القانون وفوق القانون. وبتصريحاتهم هم يطلعون يقولوا لك الميليشيات احنا تابعين الى مكتب القائد العام للقوات المسلحه، وراح يطلعون يقول لك لا احنا ما تابعين. هم يطلعون ويصدرون انه احنا مو ميليشيات، احنا قوه امنيه رسميه تابعه الى مكتب القائد العام للقوات المسلحه، ويطلعون يصرحون يقول لك اللي يحكي القائد العام للقوات المسلحه هو البوستال ما ندير له بال. هم يطلعون يصرحون يقولوا احنا قوه امنيه دافعت عن امن وامان العراق، وراها يطلعون يهددون القائد العام للقوات المسلحة ويضربوا صواريخ ويضربون بيته ويدوسوا صورته بالبساطيل ويهددوا يجرون أذانه. يعني يجيني واحد يقول لي ترى مو محمد الشيعة السوداني، إيه حبيبي مصطفى الكاظمي. وليش مصطفى الكاظمي من شان المنصب يختلف منصبه عن منصب محمد الشيعة السوداني؟ لا يختلف منصبه عن منصب نور المالكي، لا يختلف منصبه عن منصب أياد علاوي. لا احنا دا نحكي عن القائد العام للقوات المسلحة اللي من المفترض إذا أكو جهة رسمية شايلة سلاح ولابسة بدلة عسكرية تأتمر بأمره، هذا من المفترض.
لكن لما اكو ميليشيا تمنع رئيس وزراء يدخل الى مدن وتمنع رئيس وزراء ان يتصرف وتجر اذانه وتدوس صورته بالبوستال وتضرب صواريخ، فهذه مو قوة امنية. فهم فعليا ميليشيات، هم عصابات، هم يعترفون بهذا الشيء. فاحنا هذا الشيء ما قاعدين نفسره هسه. والمشكلة الاكبر انه اكو داعم. قضية مؤتمر عسكري، الجهات الموالية لحكومة الإطار ايش قالت؟ انه هي بسبب نزاع عشائري. انا ذكرت انه الحكومة قالت او وزير الداخلية قال انه النزاع العشائري يعامل معاملة الإرهاب، لكن على ارض الواقع كل شيء ما يصير. شلون؟ تعالوا نشوف هذا الملف. تصاعدت وتيرة النزاعات العشائرية بالعراق بالفترة الأخيرة، واللي بينت عجز حكومة الإطار التنسيقي الموالي لإيران برئاسة محمد الشيعي السوداني عن حماية العراق والعراقيين، لأنه هي ما مسيطرة على الملف الأمني بشكل كامل بسبب ضعفها وضعف تطبيق القانون، بسبب انتشار السلاح المنفلت، بسبب سطوة الميليشيات على الحكومة والدولة، وتجارة بيع السلاح اللي يديرها متنفذون مرتبطين بأحزاب السلطة. عندي اتصال أبو عمر من بغداد، حياك الله. حياك الله أستاذ أفل، كل عام أنت بألف خير، وقناة الرافدين والعالم الإسلامي بألف ألف خير. وأنت بألف خير إن شاء الله يا أبو عمر والعائلة الكريمة وكل أهالي بغداد بشكل خاص والعراق بشكل عام يا رب. أستاذ أفل، والرحمة أيضا على والخلود لرجال المقاومة ورجال ثوار تشرين وشيوخنا العظام، منهم الشيخ المجاهد البطل حارث الضاري رحمه الله، رحم الله شيوخنا العظام. وإن شاء الله إن شاء الله مهما كان ظلم العراق من 2003 لحد الآن بعون الله تعالى إن شاء الله ستكون ثورة على الفاسدين اللي هم جوي باحتلال الأمريكي على العراق من 2003 لحد الآن. هذه الذكرى القديمة اللي دمرت أبناء الشعب العراقي أستاذ أفر، واللي كل الشعب العراقي اتعانى وشاف من هاي الحكومات الفاسدة أكثر من 21 سنة بنتائج الحكومات، بعدم وجود حكومة صحيحة قوية تثبت نفسها وهيبتها للشعب العراقي. الشعارات اللي قالوا بيها بأنه إحنا جينا نخرجكم من نظام دكتاتوري، النظام كان متخطرس على العراق، وإحنا سوف نبين لكم وجودنا ونحكون حكومة ترضون عليها ويرضى على الشعب العراقي. للأسف إحنا كل الشعب العراقي محافظاتنا ما راضي على هاي الحكومة الفاسدة وحكومة سلطة الأحزاب اللي كانت نتائجها وكل العراقي يعرفها، تعطيل البنى التحتية، تخريب كل ما اللي بنى العراق قبل 2003، خربت هاي الميليشيات، دخلوا عندنا المخدرات، المياه اللي زرفوها، المزارع، البساتين اللي دمروها، أبنائنا لحد الآن بالسجون أكثر من 21 سنة وما أعطوا العفو العام لسجناء الأبرياء اللي هم احتقلتهم هاي الأحزاب والميليشيات من 2003 نتيجة فسادهم، نتيجة حقدهم على أبناء الشعب العراقي. هذه للأسف اللي ما قام به الاحتلال حكومات سلطة الأحزاب من 2003 لحد الآن. ما شفنا أنه أي وضع تحسن أو يعني فد نظام تغيير. للأسف دمروا العراق كل المستشفيات، وزارة التعليم، وزارة التربية. ما عندنا أي وزارة أنه نعترف بها كوزارة ويعتمد عليها الشعب. بس للأسف نشوف عندنا أحزاب، عندنا ميليشيات، زعماء ميليشيات اللي هي استفادت من هذا الاحتلال الأمريكي المتغطرس على بلدنا وشعبنا. هذا الاحتلال اللي دمر العراق واللي صبقون اللي بعض الأحزاب وبعض الشيوخ والآن اللي عندهم الآن السلاح المنفلت تهتف باسم هذه الأحزاب وتهتم باسم هذه الميليشيات وقياداتهم اللي هم دمروا العراقيين. ونشوف الآن قتل الناشطين وقتل آخر شهيد الناصرية رحم الله ورحم الله شهداء ثورة تشرين اللي بيقتلون أصوات الشعب الحر والحرية اللي أطلوها. إن للأسف نشوف قتلهم المتعمد بوجود غير حكومة لأنه تحاسب هاي الميليشيات اللي دمرت العراقيين. نسأل الله أن يحفظ العراقيين جميعا وحفظ الله الشهداء
رحم الله شهدائنا وإن شاء الله راح تكون ثورة بعون الله بالمستقبل تخلصنا من هاي الأحزاب الفاسدة اللي دمرت الشعب العراقي واللي حتى الآن قانون العفو العام ما صدر من عندهم. سوف يكون الشعب العراقي غاضب عليهم بعون الله تعالى وإنا لله وإنا إليه راجعون. رحم الله شهداء العراق، رحم الله ثوار ثورة تشرين البطلة، وعاش العراق والخزي والعار لأحزاب السلطة والخزي والعار لأمريكا ومن حلفاء أمريكا. وتحياتي إلى شكراً أفل وتحياتي لكلامكم العظيمة. على الرغم من إعلان الحكومة المتكرر عن اتخاذ إجراءات من قبلها حتى تقلل من النزاعات العشائرية وخلت خطط لمعالجة النزاعات العشائرية، لكن هذا كله بالشط، لأنه حدة النزاعات العشائرية بالآونة الأخيرة صعدت وأظهرت حجم الانفلات الأمني بالبلد وعدم تنفيذ أي شيء من هاي الخطط اللي ادعت حكومة الإطار التنسيقي أنه هي اتخذتها. اليوم عندنا نزاع عشائري مسلح نشب بمنطقة الأمين شرق العاصمة بغداد، تعالوا سمعوا. الحكومة لما تريد تدور على واحد جاهل صغير دا يبيع كلينس بالشارع تدور عليه، لما تريد تدور ورا واحد ماخذ له خبزة لأن جوعان تدور عليه، لما تريد تدور على الشباب العراقيين وعلى أبو التكاتك وأبو الدراجات والأبو الدليفري تدور عليهم، بس بياعين المخدرات ماشيين بالشارع ما حد يحكي وياهم، وتجارهم ما حد يحكي وياهم، والنزاعات العشائرية ما حد يحكي وياهم، وتجار السلاح ما حد يحكي وياهم، واللي يبيع السلاح ويهرب السلاح واللي يوديه ويجيبه ما حد يحكي وياه، والعشائر اللي تصير بيناتهم نزاعات عشائرية ما حد يحكي وياه. ليش؟ لأن الحكومة ما تقدر لهم، بس واحد عنده توك توك يروح يشتغل عليه، لا هذا تقدر الدورة وتجيبه من وين ما كان. هذا حال عراقي. أكو مراقبين يقولون أن الحملات الأمنية اللي أعلنت عنها الحكومات المتعاقبة لحصر السلاح بيد الدولة هي شعارات فقط للمتاجرة للدعاية، بوسط وجود كتل وأحزاب تمتلك أسلحة وتمتلك ميليشيات تسيطر على الشارع بقوة السلاح وتفرض سيطرتها على أي حكومة جتي، والأسباب اللي قيتها قبل شوية بقوة السلاح. وأشاروا أن النزاعات العشائرية تحولت من ظاهرة سائدة إلى معضلة وجودية اجتماعية قانونية بالبلد بسبب السلاح المنفلت الموجود يم عناصر الميليشيات، وأيضا السلاح المتوسط والثقيل اللي موجود يم العشائر اللي من المفروض يكون يمها. وأكدوا أن الحكومة مهما ادعت راح تبقى عاجزة عن معالجتها ما لم تتم السيطرة على السلاح المنفلت وإعادة هيبة القانون والقضاء والدولة. أصوات الإطلاقات النارية سمعت بمنطقة الفضيلة ببغداد وراء نشوب نزاع عشائري قوي وعنيف تم استخدام فيه مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، تعالوا نشوف. واحد يقول لنا هاي نزاعات عشائرية ليش صار بالفضيلة هنا، النزاع هذا ليش صار؟ زاجل طويرني واحد من ولد المنطقة قتل واحد من ولد المنطقة الثانيين، جهالة عركة وبالمدرسة، نسوان الصايحن ببيناتهن، واحد يعطينا السبب. هاي الاطلاقات وهذا الرمي والعالم خاتلة ورا السطح وتصور وعالم خايفة وقاعدة ببيوتها، هذا ليش دي يصير بالبلد؟ وقبل النزاع العشائري اللي صار بالأمين وبالأيام المضت النزاعات العشائرية اللي طلعناها ليش ده تصير؟ شنو هاي قضية النزاعات العشائرية اللي ده تكبر؟ عشنا عمر بالعراق عمر ما سمعنا هيك نزاع عشائري مسلح صار، تصير كونة تصير طلبة تصير صلحة تصير مشكلة يقعدون يفضوها وخلص وانتهت. ليش اكو شيوخ وليش اكو كبار؟ ليش اكو مضايف وليش اكو عقل بالمضايف؟
هاي النزاعات العشائرية اللي تصير شنو سببها؟ لا أكو احترام للعشيرة ولا للقانون العشائري ولا لقانون الدولة ولا لهيبة الدولة ولا للقضاء ولا للمواطن ولا لحق الجيرة ولا للبلد ولا لحرمة البلد ولا لحرمة الدم. ليش؟ أقولكم ليش؟ لأنه إجانا احتلال. هذا الاحتلال ما إجا يبني، إجا يدمر. فأي شيء هسه أنا دا أحكي به المفروض يصير هو عادة صحيحة وسليمة. أكو اثنين تعاركوا، أكو اثنين تعاركوا، عم يجيبوا اثنين من أهله، جيبوا اثنين، جيبوا كبار قعدوهم حلوها في الظهر وروحوا الله وياكم. مو شرط الفشق الطق، بس الاحتلال هيك يريد البلد. ناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من منصة فيسبوك محمد راضي اللامي. شنو جديدة عليهم يومية هاي؟ ونهاد الحياني، نهاد الحياني يقول يعني لا دولة ما تقدر عليهم وصادر كل السلاح اللي عندهم، شنو ذنب المدنيين والعوائل والأطفال؟ والله بلوى صفاء الحربي، والله الرصاص فوقانا، حتى العالم انفجعت من الخوف، وزارة الداخلية نايمين قاعدين، وعلاء محسن عادي كل شيء يصير في دولة الميليشيات. وهذا كان تعليق الناس. أنا خايف، أنا خايف باكر عقبة يطلع وزير الدفاع العراقي ويمشي بالشارع ويقول أنا راح أروح أزور المحافظة الفلانية، المنطقة الفلانية، وراح أزور مضيف الشيخ الفلاني، شيخ عشيرة الفلانية، وروح عليه يقول له شيخ احنا سمعنا عندكم دبابات وعندكم مدافع وهوانات وعندكم رشاشات وبيكيسيات ودوشكات، فاحنا كدولة نريد يعني نلم السلاح هذا أو نشتري من عندكم. يقول له والله يا أخي الحكي مو جاي، الحكي يا وزير دفاع العشيرة مالتنا. ويطلع وزير دفاع العشيرة مالتنا يقول له تحلم تاخذ من عندي فشقة واحدة، لأنه الواقع ده يصير هيك، العشيرة صايرة أقوى من الدولة. وأتوقع هم لما نجوي قالوا احنا نريد نسوي دولة مدنية، دولة قانون. شوف الحال وين وصل. احنا دا نحكي عن دولة القانون، احنا دا نقول عن دولة القانون، بس القانون بالبلد بالرجلين، والمواطن بالبلد دمه رخيص، يم السياسيين مو يمنا، لا يمنا المواطن دمه غالي جدا، ويمك انت اخويا دا شاهدني دم المواطن غالي جدا. انا احكي يم اللي يحكم الواقع الصحي العراقي، هذا الواقع المتهالك. العراق اللي قبل 2003 كان مشهور بمجانية التعليم وكنا نتفاخر بين الدول كلها، العراقي يتعالج بلاش ويدرس ببلاش. اليوم عندنا واقع صحي متهالك بسبب تراكمات وإخفاقات وفساد، إضافة إلى غياب الرقابة، إضافة إلى غياب الانضباط. هذا كله ده يصير بداخل الدوائر الصحية من صغيرها إلى كبيرها لحد الوزير. عندنا مواطن وثقلنا خلو مصرف الدم، هذا مصرف الدم في مدينة الديوانية مركز محافظة القادسية، من الموظفين بشكل كامل، تعال تفرج. هو يريد يموت بين الحياة والموت، مصرف الدم ولا واحد بيه. بين الساعة ست. هسه الساعة بيش؟ خمسة ونص. خمسة ونص الصبح. ولا واحد بيه. ولا فارغ، تقول مبيوك هذا المركز مصرف الدم. شوف ماكو ولا واحد. هاي الثلاجات مال الدم. هاي السجلات. هاي القاعات. ماكو ولا واحد. شوفه. هاي هنا مكان السحيب. ماكو. شوف هاي مكان الرتات. تقول مركز مبيوق او ما جاي نفتي. وبعلي يا موجود هنا. ولدك شوف هالولد يصيح ما بي ولا واحد فارغ، راح يموت والله فارغ، طار دم جرناله وبعد يندون ثاني. ماكو ولا واحد، معقوله هيك؟ وين دائره الصحه؟ وين دائره الصحه؟ سيد المحافظ سيد عباس جار وسيد عباس، خلوا لكم عمي مراقبه، خلوا لكم مسؤوليه، باوعوا ولا واحد ولا واحد، معقولة معزين؟
واحد مسوي حادث مرور وتعرض إلى حالة نزيف حاد واحتاج إلى وحدات دم، ومصرف الدم بهاي الصورة يموت. هذا كله لأنه عندك وزير ميليشياوي، لأنه عندك وزير ما يفتهم. هذا الوزير لو يفتهم والمدراء العامين لو يفتهمون وأي واحد يفتهم، المفروض هذا تنحل هاي القضية. ماكو واحد ما يداوم. راح يجيني واحد راح يقول لعمي بالخمسة ونص الصبح فجر ورمضان، عمي على عيني ورأسي فجر ورمضان، بس هذا مصرف مال دم، مو أي مصرف، أي قطاع صحي بالبلد ما بي عطلة، أي قطاع صحي بالبلد هذا بالخمسة الفجر، بالستة الفجر، بالأربعة الفجر، بالثنين بالليل أكو شفتات تداوم، أكو ناس تداوم بالليل وأكو ناس تداوم بالنهار، شفت وشفتين وثلاثة، لأن هذا قطاع طبي والمرض ما يعرف وقت والحادث ما يعرف وقت والقضية ما واحد مش بده يمشي بالبيت والزعلق من الدرج واشتهي قرايه طبت برجله، باب او جام انكسرت على ظهر واحد بالحمام وهو ده يسمح، يعني هو قال لها انكسري، ما يعرف هذا الشيء. هذا اللي ده تشوفوه اليوم مصرف الدم. بالمقابل اجمعوا عدد المراقبين انه القطاع الصحي من اكثر القطاعات الخدميه اللي تحتاج الى اهتمام وتخصيص مالي يتعلق بحياه الناس، واشاروا انه الحكومات المتعاقبه فشلت في تقديم الخدمات الطبيه من ناحيه ادويه ومستلزمات طبيه لهم. قضاء الشنافيه اهل هناك بمحافظه القادسيه راح يحشوا لكم المعاناه من المستشفى اللي موجود بالقطاع يمهم، لانه ما بعلاج وما بمستلزمات طبيه ويضطرون يروحون الى مستشفيات بعيده. حمام تعبانه كلش زين، يعني تجي بالليل عرفت تريد لك ابره تضربها للمريض ماكو، يقول لك حول للحمزه، للحمزه كله للحمزه، حول اكثر من 35 كيلو ويريد يموت، هذا يلوج بطنه تمشي مسمم زين، وين اريد؟ قال لا الحمزه، حول للحمزه يموت بالطريق هذا، من حول للحمزان يعني، وناحيه الجسم هذا من جانب الصحه تعبانه كلش. فقل لي انت يعني هذا الوضع مالت الولايه، ولايه تعبانه، الناس هجرت من عندها. هذا واقع الحاله الصحي اللي موجود بالبلد. ناس لما شافت هذا الواقع علقت على هذا الموضوع، واول تعليق ويانا من ثامر المزبان يقول ترجع لحمزه يقول لك ماكو، روح للديوانيه، تروح للديوانيه يقول لك ماكو، جيب من برا. وهذا الحال وعلى المنوال. أمير جاسم الصويلي، النائب باسم خضير كاظم الغرابي، أنت مو على صحة شاما، شوف شكو ماكو لو بس على إعلام. عبد الأمير المندلاوي، المفروض نقل هذا الكادر إلى أبعد مكان بالديوانية مع عقوبة رادعة، مؤسسة حكومية مهمة هيج فارغة، من أمن العقاب؟ أساء الأدب. وسيد علي، جميع دوائر الصحة بعد منتصف الليل يطفرون، لأن لا رقيب ولا حسيب، واللي يتمرض ورا منتصف الليل هذا وين يطي وجهه؟ ينتظر مجروح يلزم بطن عليك، الله لا تنزفين، خلي يجون الصبح وبعدين نحكي لهم. مريض يقح أو عنده يريد يغسل كلى، يلزم كليته ويقولها صبري للصبح خلي يجون. هذا كله سبب شنو؟ الاحتلال اللي بدأ بتاريخ مثل هذا اليوم قبل 21 سنة. هسه نحكي بملف الخدمات. أحد الناشطين يسلط الضوء على شارع الملعب بقضاء عفك بمحافظة القادسية، اللي يقول أنه يحتاج إلى إعادة تأهيل بشكل كامل، إكساء، رصف، إنارة جانبية، تخطيط، تشجير، تأثيث. ليش؟ لأن يقول شارع الملعب هو شارع المركز أو يمثل مركز القضاء. تعالوا نشوف. مرعبة، قصة مرعبة بقضاء عفك، شارع الملعب، شارع الملعب مقابل فلكة الدلال، مركز مدينة، شارع الملعب سايدين، نطالب بتبليطه ويعني وأرصفه وتخطيط وإنارة. المفروض هذا يكون شارع نموذجي، المفروض يكون هذا شارع نموذجي، لأن هذا مدخل مدينة ومركز مدينة، يعني مهزلة هاي. ميزانيات عفك وين راحت؟ قصة المرعبة، مدينة كانت لها التراب والطسات، مدينة المليون طسة قضاء عفك، مدينة المليون طسة، شارع الملعب سايدين، نطالب بتبليطه، نطالب المحافظ، ماكو خدمات بعفك، صفير. هاي من 2003 لحد الآن ميزانياتنا وين راحت؟ نريد نعرف يا مجلس محافظة الديوانية، يا أعضاء مجلس محافظة الديوانية، ميزانيات عفك سويت تحقيق بها؟
من المسؤول عنها؟ وين راحت الميزانيات؟ شنو الطسات دمرت العالم؟ الطسات مدينة مشهورة بالطسات، مدينة مليون قصة، انجازاتكم هاي المسؤولين. هذا بقضاء عفك. أما أن محافظة بابل أحد المواطنين يشكو من وجود حفر كبيرة بجسر بتة بمحافظة بابل اللي يربط مدينة الحلة بالعاصمة بغداد، وتحدث عن نجاته والحمد لله هو وأسرته من كارثة أثناء صعوده على جسر بالسيارة بهذا الطريق، وتساءل وين دور المسؤول عن معالجة الواقع الخدمي السيء. تعالوا نشوف. بس العرض مالتها مترين في متر، والغمق مالتها 40 سنتيم إلى 30 سنتيم. هسه راد تسوي لي كارثة؟ كارثة راد تسوي لي أنا وعيالي بالسيارة؟ ليش يعني ما يفوت مسؤول المحافظ ما يشوفها جسر بتة بالسايد رايح لبغداد؟ هاي ببابل. وعندنا أحد الناشطين يتحدث عن الواقع المأساوي على حد وصفه هو لمشاريع الطرق بمحافظة البصرة، تحديد شارع الحوطة بقضاء شط العرب اللي هو شارع تم رصفه مؤخرا، وراها قلعه رصفه قلعه رصفه قلعه، وتم قلعه اكثر من مره ورا اشهر قليله من تبليطه. ليش؟ لانه الشارع التبليط غير صحيح بإنارة جديده، لكن يفتقد الشارع الى العلامات المروريه الدلاليه. تعال نشوف المأساوي اللي تمر به المشاريع في محافظة البصرة للأسف الشديد. الآن يعني أنا في شارع الحوطة اللي سلطنا الضوء عليه أكثر من مرة. حياكم الله. خلصن فلوسكم حجي، خلصوا شالوهن. هذا الشارع اليوم طبعا 9/4 أو 8/4/2024، حاليا الساعة 11 مساء. مثل ما جاي تشوفون هذا شارع الحوطة اللي تبلط شهر 12 تقريبا، يعني صار له 4 شهور، انقلع أكثر من مرة قبل هذه الفترة، وأنا سلطت الضوء عليه إعلاميا سابقا، وتعرضت للمساءلة القانونية مثل ما ذكرت، وتوقفت وإلى الآن مكفل بسبب رصدي لهذا الشارع. هذا يعني شوف هم سقالعين هذا الشارع، وشفتوا أبو السيارة يعني رادين قلوب، يعني ما مخلين حتى علامة مرورية، يعني إشارات ولوحات مرورية لهذا الشارع ما مخلين. وهاي أمامكم يعني تجي السيارات تعبر وتتفاجئ لما ما يشوفون أنه هذا جزء من الشارع كبير تم قلعه. السلام عليكم. تفاجئت يمكن بال علامة فد صخام يخلي. أنا شفتك شان قلبت، يعني تفاجئت بالقلع. الشارع طبعا ما صار له أشهر من تبلط، يعني هذا مثل ما جاي يشوفون المواطن أنه أرادت تنقلب سيارته لأنه ما مخلين لوحات مرورية. الحمد لله على سلامتك. هذا شوفوا المساحة اللي تم قلعها، وأيضا راح أرصد لكم المسافة اللي أيضا للأمام أيضا تم قلعها حاليا، الشفل توه خلص من عدها. وإحنا نوجه سؤالنا اليوم للمهندس المقيم في بلدية شط العرب وإلى السيد قائم مقام قضاء شط العرب، ممكن يوضحون أسباب تردي عمل هذا الشارع وشنو سبب أنه يتم قلعه أكثر من مرة، باعتبار سابقا رصدت العمل قبل لا يتم يعني تبليطه، وتعرضت للمساءلة القانونية لأنه يقولون كلامك مو صحيح لما ما قلت أنه هذا الشارع إذا تبلط ما راح يطول أيام وأشهر، راح يخسف وراح يتلف هذا الشارع. هذا اللي موجود في البصرة. وعدنا أحد الناشطين في قضاء الشطرة في محافظة ديقار يتحدث عن معاناتهم في أغلب الشوارع المنفذة بالقضاء اللي تم صب الطرق من دون تبليط، ورا فترة تظهر أسياخ الصب بالشارع مثل ما راح تشوفون هسه. مشكلة نواجهها بالشطرة أغلب المشاريع تجي للشوارع بالصب، ورا فترة من الزمن هاي النتيجة، ماكو تبليط، نادرا تلقى منطقة يصبوها ويبلطوها. هاي مشكلة كارثية جاي تصير بالشطرة، هاي أغلب الشوارع هذا حالها، يصبه المقاول وعاف الكشف الثاني مال التبليط على أبو محمد من شائله، ورا فترة من الزمن طلع الشيش كله.
تعرفون قضاء الشطرة لأنه يعاني من تساقط الثلوج بشكل كثيف في العراق، فيخلون هذه الطريقة على مود السيارات ما تزلق، فعليك يفكم ويا الجهات المسؤولة عن رصف الطرق. عمار الباشا، عدم المتابعة من قبل مدير بلدية الشطرة والقائم مقاميا المتمثل مديرها، سؤال يطرح نفسه، ليش ماكو مراقبة؟ علي محمد، الأفرع تبليط كلاوات والشوارع الرئيسية بس بابا وتحفرت، شغلهم كله كلاوات وبوق لا حسيب ولا رقيب. كريم هادي، الكارثة يحفرون ويرحون، يبطلون يخلون التراب على جانب ورصيف ماكو حرامات، هاي الفلوس هي جاي تنذب مشاريع فاشلة. ومنتظر الخزاعي يقول أكو فترة صيانة للمشاريع، بالإضافة أنه أغلب المشاريع في الشطرة تايهة لا حسيب ولا رقيب، لذلك نرى تدني جودة الأعمال فيها. أخي العزيز، أكو فترة للصيانة نعم صحيح، لكن بالمقابل أنه من المفترض أن يكون المشروع يستمر في السنة سنتين ثلاثة وراها تبدأ الصيانة. عندي رسالة على الواتساب تقول السلام عليكم أخي أفل، إن هذا اليوم الذي وقع فيه العراق تحت حراب الغزاة والخوان العملاء للأجنبي الذين جاءوا مع المحتل وتسيدوا على رقاب الشعب العراقي، نهبوا خيراته وتقاسموا ثرواته، وأصبح العراق دولة للميليشيات هي التي تحكم وتسيطر وتقتل بالشوارع وتأتمر من خارج الحدود، وأصبح العراق ساحة لتصفية الحسابات على حساب الشعب العراقي. نسأل الله تعالى أن يزيح هذه العصابات ويخلص العراق من هذه الطبقة الفاسدة. تحياتي لكم يا صوت المظلومين، قناة الرافدين الوطنية، أخوكم من الأنبار. السلام عليكم، بالنسبة لموضوع الاغتيالات اللي طال شباب تشرين، أقسم بالله واحد ما يقدر يطلع من باب بيتهم، ليش مسوين إحنا مجرد بس ردنا وطن؟ إلى متى هاي الشغلة؟ إضافة أنه أكو شغلة ثانية، أكو ناس بالرعاية الاجتماعية بكربلاء عندهم أملاك بالطاب وكل ملك يسوى 500 مليون، أقل عقار بيهن، إضافة إلى سيارات يشتغلن على خط البصرة وشركات سياحة وسفر، وهاي الأملاك يسجلوها باسم أولادهم ونسائهم خشية أن ينقطع راتبهم الرعوي. وألف مرة رحت للدائرة وما يقبلوني، شكوني رغم أنه أنا فاعل خير. واحد من الموظفين يقول لي مالك شغل روح لأهلك، معقولة اللي يسوي زين ما إلى شغل؟ ليش ماكو ناس حسر عليهم اللقمة؟ يا ريت تطرحون هذا الموضوع وأكون شاكر لكم. تدلل أخوي العزيز، وشكرا جزيلا لرسائلكم. مشاهدينا الكرام، 9/4 تاريخ أليم بتاريخ العراق من 21 سنة. نتمنى بهذه الأيام المباركة أن يرجع 9/4 لعام 2025 وإحنا نتذكر فقط السيء ونقولهم أنه هذا السيء راح والسجاي بس الزين. نتمنى أن يرجع العراق بعفو وعافيته يا رب العالمين، وكل عام وأنتم بألف خير يا رب بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. نلتقيكم إن شاء الله الخميس.